الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة. رئيس مجلس النواب يؤكد أن تنصيب الرئيس السيسي لفترة جديدة يسطر صفحة جديدة في التاريخ المصري. مصر تدين الهجوم الذي استهدف موظفي إغاثة دوليين في قطاع غزة. أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووجه الرئيس السيسي الشكر للشعب المصري رمز العزة والأصالة والصمود، موجهاً خالص التحية والتقدير على تجديده الثقة لتحمل مسؤولية هذا الوطن لفترة رئاسية جديدة. هذا وجدد الرئيس السيسي العهد على استكمال مسيرة الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة في بناء دولة حديثة متقدمة في العلوم والصناعة والعمران والزراعة والفنون. كما عرض الرئيس السيسي في كلمته عقب أداء اليمين الدستورية ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة. قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إن تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة يسطر صفحة جديدة من صفحات الجمهورية الجديدة والتاريخ المصري. وأكد رئيس مجلس النواب خلال كلمة ألقاها عقب أداء الرئيس لليمين الدستورية على أن الواقع المصري شهد تغيرات ملموسة على أيدي الرئيس السيسي وتحت قيادته، وأشار إلى أن الرئيس استطاع رغم تصاعد وتيرة الأحداث من حول مصر أن يحفظ أمن واستقرارها، باعثا برسالة للعالم كله أن مصر قوية بتماسك ووحدة شعبها واصطفافه بكل ثبات خلف قيادته الحكيمة. أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية الغارة الجوية التي استهدفت موظفي إغاثة دوليين في قطاع غزة تابعين لمؤسسة المطبخ المركزي العالمية، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص تابعين لجنسيات مختلفة. وأكدت مصر رفضها واستنكارها القاطع لاستمرار إسرائيل في استهداف المنظمات العاملة في المجال الإنساني، هذا وطلبت مصر بإجراء تحقيق عاجل وجدي يؤدي إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات الممنهجة المتعمدة لحقوق الإنسان الفلسطينية والامتثال التام لكافة قرارات مجلس الأمن.